مساء الفل، احلى طلبه سينيو تو في كل حته في الدنيا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. رجعنا تاني في حصه من حصص البيولوجي، ومعادنا دلوقتي مع الحصه العشر. الحصه العشر بتتكلم عن ايه النهارده؟ الحصه بتتكلم عن باقي الدرس الخاص بالترانسبورت ان هيومن. عرفنا عن ايه ترانسبورت ان هيومن، ودرسنا السيركيلاتوري سيستم، واتكلمنا بشكل تفصيلي عن ان انا عندي ثلاث مكونات رئيسيه للسيركيلاتوري سيستم. كانوا ايه؟ ها قول معايا كده: هارت، بلاد فيسلز، اند بلود. اخدنا في الحصه اللي فاتت الهارت بالتفصيل والاستراكشر اوف هارت والاربع اوض والهارت بيت وازاي دقه القلب اصلا بتنشا، والسينو اتريال نود والاتروفينتريكال اتريو فنتريكال نود والهيس فايبرز والبروكينجي فايبرز وكل الكلام دي اللي بتخلي التو اتريا يعملوا كونتراكشنز، ثم ريلاكسيشن اوف فنتريكلز ويحصل ديلي للاشاره، وبعدين يحصل كونتراكشن للفنتريكلز عشان الدم ينتقل لكل جسم الانسان. وبعدها اتكلمنا بشكل تفصيلي عن البلاد فيسلز، وعرفنا ان البلاد فيسلز نوعين، اسستات انواع اساسيه، فينز اند ارتريز اند بلاد كابيلاريز، وعرفنا الفرق بين كل حد فيهم واتكلمنا عنهم بالتفصيل. طب باقي لك ايه كده يا سيدي الفاضل ويا سيدتي العزيزه؟ باقي لنا كده في الدرس ان احنا نتكلم عن البلاد، الحاجه اللي اصلا شايله كل التفاصيل اللي انا عايز انقلها لكل جسم الانسان، مينلي اكسجين، وهنعرف مكونات الدم دلوقتي بالتفصيل، وجزء خاص بالبلاد بريشر او ضغط الدم. يعني ايه ضغط الدم؟ وازاي بنقيس ضغط الدم؟ وايه الجهاز المسؤول عن قياس الضغط؟ وبنعمل ده ازاي؟ وايه الميكانيزم اوف بلاد بريشر اساسا؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل في الحصه دي. بص يا سيدي، مبدئيا كده اخر جزء، اخر صفحتين في الكتاب في الدرس ده تقريبا هم بيتكلموا عن البلاد بريشر، ولكن انا هبتدي بالبلاد بريشر النهارده. ليه؟ لانه جزئيه مهمه، ده رقم واحد. رقم اتنين، هو مرتبط جدا بالحصه اللي فاتت، فحضرتك لو مش متذكر، احنا طبعا هنسترجع مع بعض دلوقتي الحصه اللي فاتت تقريبا بالكامل، ولكن مش ان ديتيلز، فعشان يبقى الموضوع قريب لذهن حضرتك تبقى انت لسه سامع شرح الحصه اللي فاتت، اسمعك الجزء الخاص بالبلاد بريشر اللي هو مرتبط بان انت تبقى فاهم الاستراكشر اوف هارت اصلا، تبقى فاهم يعني ايه ارتريس، تبقى فاهم يعني ايه فينز، تبقى فاهم ان ده حاجات بينتقل فيها البلد، اللي انا عايز اشوف يعني ايه بلد بريشر اصلا. كويس؟ طب ليه برضو انا بعمل ده؟ عشان احنا هندرس او هنعرف ايه الفالفات اللي بتقفل، ايه اللي بيحصل كونتراكشنز اند ريلاكسيشنز، فعشان كده حبيت ان انا انقل الجزء بتاع البلد بريشر يبقى ورا على طول الجزء الخاص بشرح الحصه اللي فاتت. فتاني بقول لك، لو انت مش فاكر او مش قادر تستجمع كده ولا تستذكر الحصه اللي فاتت من شرحها، ارجع هتلاقي ان هم ثلاث فيديوهات تقريبا كانوا بيتكلموا عن الحصه اللي فاتت، هتلاقيني شرحت لك فيها الموضوع بكل تفصيل، ارجع بص عليهم سريعا يا صديقي، وتعالى اسمعني هنا النهارده نشوف احنا بنتكلم عن ايه. طيب، عشان ابتدي اتكلم عن البلاد بريشر مبدئيا كده محتاج اعرف ايه، فانت محتاج تعرف شويه حاجات. اول حاجه محتاج تعرف، بص كده هنكتب شويه كلمات وهنفسرها مع بعض، ماشي؟ contractions and relaxations، ومحتاج تعرف الفولفز، سواء كلوجر يعني سواء فالفات قفلت او فالفات فتحت، ومحتاج تعرف، يا محتاج اول حاجه تعرف ايه الحاجات اللي بتعمل contractions and relaxations، محتاج تعرف الفالفات بتقفل ولا بتفتح، حلو، ومحتاج تعرف الصوت اللي بيظهر يعني sound of valves. وخلي بالك الصوت اصلا الناتج من الفالفات ناتج من الكلوجر بس، مش من ناتج من حاجه تانية خالص. يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لحضرتك، بلاش، تعال نرسم. بص يا سيدي، ادي قلب حضرتك اهو قسمنا من النص، فاتفقنا ان انا يميني عكس شمالي. يعني ايه يا مستر؟ يعني ده يمين هعكس على طول اقول شمالي، يبقى انا هكتب هنا ليفت، فانا عندي هنا الليفت اتريوم، عندي هنا اللفت فنتريكل، العكس هنا تماما رايت فنتريكل، وعندي هنا الرايت اتريوم. حلو قوي، اتفقنا ان القلب مقسوم بالنص تيبيكال بجدار اسمه السبتم، وعرفنا ان الثيكنس بتاع الوول بتاع الجدار هنا اتخن بكتير جدا من الوول هنا، عشان ها قول معايا كده، تعالى كده نغير لحضرتك اللون عشان تبقى معايا في الخط، عشان انا هنا عندي شريان كبير قوي بيطلع يضخ لكل جسم الانسان اسمه الاورت. فمين الاوضه المسؤوله عن ضخ الدم لكل جسم الانسان؟ اللفت فنتركل. ليه؟ لان هي بتعمل كونتراكشن
فتبدأ تعدي البلد للأورطة، وعشان يوصل للأورطة ما ينفعش يعدي من غير بواب، لازم يبقى عندي بواب. فانا عندي هنا سيمي لونر فالف، عندي هنا ايه سيمي لونر فالف، كنا بنقول عليه ايه؟ برافو عليكي، كنا بنقول عليه اورتيك فالف. ما هنسميه ايه يعني يا ابني يا حبيبي يا بابا؟ فالف موجود في الاورطه، هسميه ايه؟ اورتيك فالف. عظيم، اتفقنا كويس ان الجزء اليمين دايما شايل دي اوكسجينيتد بلاد، والجزء الشمال دايما شايل الاوكسجينيتد بلاد. حلو قوي. اصل الدي اوكسجينيتد بلاد ده يا مستر لازم كان بيطلع هنا، ها قول معايا كده، كان بيطلع من هنا كده شريان يتقسم اتنين، يروح فين؟ يروح اللنج. طب لما كان بيروح اللنج الشريان ده، طب ده شريان ولا وريد؟ ارتري ولا فين؟ اتفقنا ان اي حاجه، اي حاجه خارجه من الهارت بقول عليها ارتري، اي حاجه راجعه للهارت بقول عليها فين، بقول عليها فين. عشان كده كنا بنقول وريد. وريد يعني ايه؟ يعني بيورد الدم للقلب، فهو راجع للقلب اذا هو فين. طب انا خارج هنا فده شريان يعني ارتري. طب رايح فين؟ رايح اللنج. طب اللنج بنقول عليها باليوناني ايه مستر؟ انت ليه ايه اللي جاب اليوناني في الموضوع؟ ما احنا يا ابني احنا اتفقنا يا حبيبي يا بابا، احنا قلنا خلاص ان الباي ما بتحبش الانجليش اصلا. حلو، فكنا بنقول على اي حاجه تخص الرئه بالمونري، فالبرمونري ارتري ده شايل دي اوكسجينيتد بلاد، رايح اللنج يعمل ايه؟ يتخلص من الكربون دايكسايد جاز. فبيتخلص من الكربون دايكسايد جاز، خلاص عطال اللنجز اهي، سهم اللنج اهو، وبعدين يبتدي ياخد سعاده الباشا، ياخد مين؟ ياخد اكسجين. الاكسجين ده يجي يسمع او يرجع تاني للقلب، يرجع له فين؟ وما دام راجع له يبقى اسمه فين ولا ارتري؟ الله يفتح عليكي، اسمه فين. بس يا مستر عشان هم تو لونجز، كانت كل لونج منهم بتطلع تو فينز يصبوا هم الاربعه، ما هو كل واحده مطلعه اثنين، اللفت مطلعه اثنين، الرايت مطلعه اثنين، فكده بقى عندي اربعه فينز، كلهم الاربعه فينز دول داخلين، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه. الاربعه دول اسمهم ايه؟ ما هو راجعين من الرئه يا مستر فاسمهم بالمونري، ورايحين للقلب يبقى اسمهم فينز. الفينز البالمونري فينز دي كانت بتعمل ايه؟ كانت دي الفينز اللي استلمت الاكسجينيتد بلاد من اللنج عشان توصله تاني لللفت اتريوم، وبعدين اللفت اتريوم تبتدي تزق تعمل كونتراكشن، كونتراكشن للفالف اللي موجوده هنا. الفالف اللي موجوده هنا كنا بنقول عليها ايه؟ دايكاسبت. الدايكاسبت دي كان ليها اسم تاني بنقول عليها المايترال فالف. يبقى الدم هيعدي من اللفت اتريوم، مايترال فالف، لفت فنتركل، لفت اتريوم اسف، مايترال فالف، ثم اللفت فنتركل، وبعدين اللفت فنتركل تضخ الاورتك فالف تروح للاورت. عظيم. طب الاورت ده راح نزل تحت كده ولقى هنا خليه سل، السل اخذت الاكسجين من الاورت وخدت كربون دايكسايد. طب لما خدت كربون دايكسايد تروح تعمل ايه؟ تيجي هنا فينز، صح كده؟ الفينز دي تتجمع وتعمل وريد كبير، لو جاي من تحت يخش القلب هنا كده، ها بص كده، تعالى نمسح الجزئيه دي كده اهو، ده فين كبير اهو، هيروح يمشي كده ويصب هنا. لو جاي من الجزء الاسفل القلب يعني بلو الهارت، هبتدي اقول عليه، ادلعه واقول انفيريور، انا هدلعه اقول فينا كافا، وعشان هو جاي من تحت فبقول عليه انفيريور. يعني يا مستر انت عايز تقول لي ان انا عندي اصلا فينا كافا تاني جاي من فوق؟ ده انت كده عندك واحد هنا كده، ده كنت بقول عليه سوبيريور، سوبيريور فينا كافا. يبقى كل الدي اوكسجينيتد بلاد اللي جاي من السلس سواء فوق القلب او تحت القلب اتجمعت في فينيولز، الله يفتح عليك، والفينيولز دي كانت تصغير الفينز، ويتصب فين كبير، لو جاي من تحت يبقى يروح الانفيريو فينكافا، لو جاي من فوق يبقى اسمه السوبيريو فينكافا، والاثنين يصبوا فين؟ في الرايت اتريوم. وبعدين الرايت اتريوم تبتدي كده تعوز تزق او تعمل كونتراكشن، تعمل ها كونتراكشن عشان تزق البلد من الرايت اتريوم للرايت فنتركل، بس مفيش وكاله من غير بواب. فانا عندي هنا ترايكاسبت فالف. الترايكاسبت فالف ده بيعمل ايه؟ احنا قلنا اتفقنا ان اي فالف في الدنيا وظيفته حاجه واحده بس، انه يعدي الحاجه من الاتجاه ده للاتجاه ده، بس ما تخلاش ترجع كده تاني. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي تخيل معايا ان انا واقف هنا، حلو، بس هنا في بواب، انا عشان اتحرك من النقطه دي لاخر السبوره، لاخر النقطه دي عند السبوره كده، لازم اعدي على البواب، صح؟ انا عديت على البواب، شكرا، اهو وصلت هنا خلاص. طيب ما دام وصلت هنا ما ينفعش ارجع تاني، لو جيت رجعت لاي حاجه يحصل
كلوجر، البواب يقفل الباب. طب لما يقفل الباب اسمع صوت، لما يقفل الباب اسمع صوت، لما يقفل الباب اسمع صوت. طب هو الباب بيقفل امتى؟ لما الدم يعوز يرجع تاني يوم قافل الفالف. يعني ايه يا مستر؟ خلي بالك اتجاه حركة البلد جوه القلب من فوق لتحت، مفيش من تحت لفوق. يعني ايه؟ يعني الدم بيتحرك كده لتحت وبيتحرك هنا برضو لتحت، مش بيتحرك لفوق. فلو الدم عايز يتحرك من الرايت اتريوم يروح للرايت فنتركل لازم يعدي على الترايكسبت فولف. الترايكسبت فولف مش هيخليه يرجع. فالدم لما يجي الفنتركل دي تعمل كونتراكشن وترجع بقى عايز تضخ فين؟ للبلمونري ارتري عشان تخرج بره القلب. عظيم، تروح لللونج. لما هتيجي تعدي من البلمونري ارتري هنا هيبقى عندي فولف اهو، سيمي لونر فولف. كنا بنقول عليه ايه؟ بلمونري فولف. يبقى في الوقت اللي الرايت فنتركل هتعمل كونتراكشن وتزق الدم، مين هيفتح ومين هيقفل؟ والله يا مستر البلمونري فولف ده هو اللي هيبقى مفتوح عشان انا عايز اروح اللونج اتخلص من الكربون دايوكسيد واخد اكسجين، والترايكسبت فولف هتقفل عشان الدم ما يرجعش من الرايت فنتركل للرايت اتريوم. وعشان الترايكسبت فولف قفل هسمع صوت، والصوت ده مدام في فالفات كبيره هقول عليه لب ساوند. مين اللب ده يا مستر؟ والله ده كان لونج لو بيتشد، وكانت الفالفات الصغيره اللي هي بالمونري فالف اورتيك فالف لما كانوا يقفلوا كان يدوك الدب ساوند. طب ده مين يا مستر؟ قال لك ده الهاي، اولا هو شورت وهاي pitched sound. عارف يعني ايه low pitched و high pitched؟ low pitched ده صوت الرجالة، صوت خشن. خشن يعني ايه؟ يعني فيه جفاف في الصوت. انما high pitched يعني صوت مسرسع، الفريكوينسي بتاعته عالية فهو مسرسع، فصوت البنات high pitched. ليه؟ لانه صوت مسرسع. فده بفكرة او ده معنى high pitched و low pitched. يبقى الفالفات الكبيرة لما تقفل تديك lab sound، والفلفات الصغيرة لما تقفل تديك دب ساوند. حلو مستر، انا قلت عايز تقول ايه؟ ايه كل اللي انت بتحكي فيه ده؟ انت رجعت لنا على الدرس اللي فات كله. انا رجعت لك على الدرس اللي فات كله عشان ابتدي يا صديقي العزيز نتكلم عن حاجة مهمة قوي. بص انا خد بالك قوي الدرس كتبنا كام كلمة؟ contractions and relaxations، كتبنا الفلفات closure و open، كتبنا sound of valve closure اللي هو lab و dub. ايوه مستر، ايه علاقه ده بالبلاد بريشر؟ اقول لك انا يا سيدي، هو دلوقتي لو الرايت لو اللفت فنتركل دي عملت كونتراكشن البريشر فيها هيبقى هاي ولا لو؟ واحده واحده مستر، انا هعرف لوحدي. هتعرف ازاي يا ابني؟ اقول لك انا هشوف الكونتراكشن اللي اللفت فنتركل دي هتعمله نتيجته هيحصل ايه. مستر فسر الله يبارك لك عشان انا مش فاضيلك وعندي فيديو عايز اخلصه احنا بنتفرج عليه دلوقتي. اقول لك يعني اللفت فنتركل دي لما تعمل كونتراكشن نتيجه الكونتراكشن ده ايه اللي هيحصل؟ البلد هيروح للاورطه ويوزع لكل جسم الانسان بالكامل. طب تخيل كده اوضه خرطوم ضغطت عليه، عايز الخرطوم ده لما تضغط عليه الميه تطلع من الاوضه اللي انت فيها لاوضه ماما وبابا هناك، هتبقى محتاجة هاي ولا لو بريشر؟ ده هاي، فيري هاي بريشر. تعالى بقى نجيب ايه؟ لون برتقالي، مش عارف ليه برتقالي، نجيب الاسود عادي. انا محتاج فيري هاي بريشر. طب هو وحدة البريشر ايه؟ والله وحدة البريشر ملي متر ميركوري. فقال لك الهاي بريشر ماكسيمم يوصل في جسم الانسان الطبيعي 120. يعني اللفت فنتركل دي بتعمل كونتراكشن واحده واحده، اللفت فنتركل بتعمل كونتراكشن عشان تضخ الدم للاورطه بمقدار بريشر 120. 120 ده 120 ده رقم كبير قوي. ما هو طبيعي، ما هو انا في الاوضه اللي بتضخ لكل جسم الانسان. طيب حلو قوي. طب مستر الرايت فنتركل، الرايت فنتركل، فالرايت فنتركل دي بتضخ الدم بس للبلمونري ارتري اللي هي رايحه لللونج. فتخيل كده انت محتاج بريشر نص نص
ولا واطي ولا عالي وانت رايح من القلب للرئه، من القلب للرئه، من القلب للرئه، ولا من القلب لكل جسم الانسان؟ من القلب لكل جسم الانسان اكيد محتاج ال 120، بس من القلب للرئه انت مش محتاج فيري هاي بريشر، محتاج لو بريشر، واللو بريشر بالنسبه لك ماكسيمم نوصل له الرقم اللي هو الطبيعي يبقى 80 ملي متر مركري. عشان كده لما حضرتك بتيجي تقيس الضغط بنقول لحضرتك ايه؟ ضغط حضرتك 120 على 80، ده الانسان الطبيعي. خلي بالك قياس الضغط ان ريست اند بيس، يعني ايه؟ ما هو لو 125 90 ولا 95 عادي، ما هو انسان طبيعي برضه ممكن يبقى طالع السلم جري عادي مش مشكله. ما هو الهاي بريشر اللي جاي ده نتيجه الاكسترا اكتيفيتي اللي حضرتك عملتها. مستر انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان فكره ان اصلا انت يبقى عندك فاسلز بتعمل كونتراكشنز وماشي فيها البلود عشان تعمل سيرتن فانكشن ورايح الاورجن معين حسب الحاله اللي حضرتك فيها البريشر هيتحدد من خلالها. يعني ايه يا مستر؟ فسر لي اكتر. افسر لك، يعني لما حضرتك تيجي تقيس الضغط والدكتور يقيس لك الضغط، ما ينفعش حضرتك تبقى جاي جري او متوتر او طالع على السلم او مثلا متعارك قبل وعمال تنهج وهكذا. ليه؟ لان قرايه الضغط بتاعتك هتختلف. طب هي 120 دي الرقم الكبير ده نطلق عليه ايه او نسميه ايه؟ نقول عليه السيستوليك. نقول عليه سيستوليك. وال 80 دي نقول عليها الدايستوليك. يبقى انا كده عندي 2 ريدنج فور بريشر، سيستوليك دايستوليك. طب السيستوليك دي ايه؟ دي الماكسيمم بريشر اللي جايه من الكونتراكشن اوف ليفت فنتركل. طب اشمعنى اللفت فنتركل يا مستر؟ اللفت فنتركل دي هتضخ الدم لكل جسم الانسان، انت عايز اكتر من كده؟ فعايز القيمه اللي انا بكون محتاجها لازم تكون عاليه، لازم يبقى عندي هاي بريشر. حضرتك لما هتدوس على الخرطوم محتاج تدوس جامد عشان توصل لكل جسم الانسان، وعشان توصل لكل جسم الانسان محتاج هنا قيمه مقابل 120 ملم مركري. بس لما تيجي توصل لحاجه قريبه زي اللونج انت مش محتاج ال 120، انت محتاج ال 80. انت محتاج الايه؟ ال 80. طيب تعالى بقى اقول لك على حاجه كده قبل ما نكونكلود الكلام ده كله تاني في صوره ابسط وتستنتج انت معايا الكلام. هو انا دلوقتي لو عندي، تعالى كده بص ايه، نمسح ده كده اهو، بص كده. لو انا دلوقتي عندي بلاد فيسل اهو ماشي فيه بلاد، حلو قوي. طيب البلاد فاسل ده امتى البريشر فيه يزيد؟ طيب والله يا مستر ممكن حد كده طالب شاطر يقول لي لو انا ضغطت على البلاد فاسل ده الهاي بريشر هيبقى هعمل فيه هاي بريشر، ومعنى كوني اني ضغطت يبقى انا الديامتر بتاع البلاد فيسل ده قل، يعني قطر البلاد فيسل بيتحكم او ليه عامل او تاثير على البلاد بريشر اصلا. مظبوط. يبقى ديامتر البلاد فيسل نفسه لو قل الهاي هيحصل هاي بريشر او هيبقى عندي هاي بريشر للبلاد. عظيم. طب ايه تاني؟ قال لك ان انت يبقى عندك اصلا كميه كبيره من الدم. يعني ايه؟ يبقى عندك اصلا البلاد بتاعك زايد، يعني شارب ميه كتير. فتخيل الحركه هنا بتاعت الكومبوننت او البلاد نفسه كتير، فما دام كتير الهاي بريشر هيبقى زايد. يبقى دول حاجتين هيؤثروا على البريشر. فين؟ في البلاد فيسل. يبقى تاني لو انا عندي بلاد فيسل وعايز ازود الهاي بريشر فيه، لو عندك خرطوم، لو ضغطت على الخرطوم فالديامتر بتاع الخرطوم قل يبقى البريشر هيزيد. ده حاجه. طب الحاجه الثانيه، لو انت حطيت ميه كتير في الخرطوم طبيعي الميه هتعوز تخرج بره الخرطوم فطبيعي البريشر يزيد. ليه؟ لان كميه الميه اللي موجوده في الخرطوم بتاع حضرتك زاد، فالخرطوم بتاعك شايل بلد، فلو كميه البلد زادت البريشر هيزيد جوه البلد فاسل ده. يبقى دي كلها حاجات بتاثر على البريشر جوه البلد فاسل نفسه. طيب تعالى بقى نكونكلود الكلام ده كله كده وانت تستنتج معايا. بص يا سيدي، ادي الايه؟ ادي الهارت تاني اهو ورانا ايه؟ الهارت. بص يا سيدي، لو انا عندي، لو انا بدات اقول لحضرتك التو اتريا
حصل لهم كونتراكشن، ايه اللي يحصل؟ يعني ايه يا مستر ايه اللي يحصل؟ يلا بينا تعالى نتتبع اللي حصل. شفت اللي احنا عملناه هنا كده؟ بص كده، شايف اللي احنا عملناه هنا كده؟ قلنا البلاط بيعدي فين وايه اللي يحصل كونتراكشنز وايه اللي ايه يحصل للفالفات كلوجر اللي اوبن. يلا بينا نستنتج سوا مع بعض الكلام. لو انا عندي التو اترياز حصل لهم كونتراكشن، يعني ايه؟ يعني بص يا سيدي، دي كده ليفت اتريا صح اهو، ودي كده رايت اتريا، ودي رايت اتريا، ودي لا دي رايت فنتركل، ودي ليفت فنتركل. عظيم. لو انا عملت للليفت فنتركل كونتراكشن، فكمان لازم الرايت اتريوم يحصل لها كونتراكشن. ليه؟ الاثنين اللي فوق زي بعض والاثنين اللي تحت زي بعض، بس لو واحده فيهم اشتغلت الثانيه عكسها. يعني ايه؟ يعني لو التو اتريا حصل لهم كونتراكشن، لازم لازم التو فنتركلز يبقوا ريلاكسد. يبقوا ايه؟ ريلاكسد. ليه يا مستر؟ ما هو حضرتك احنا قلنا الهارت بيت ما هي الا كونتراكشن ثم ريلاكسيشن، فلو حصل للتو اترياس كونتراكشن لازم الفنتركلز تبقى ريلاكسد. طب لو العكس حصل للفنتركلز كونتراكشن، التو اترياس هتبقى ريلاكسد وهكذا. حلو قوي. طب تعالى نتكلم عن الفالفات. لو التو اترياس، خلي بالك ده الكونديشن بتاعنا، ده اللي احنا شغالين عليه، ومن الباقي كله هو احنا هنستنتجه منه. يعني ده السؤال، الباقي ده استنتاجات اهو. لو التو اتريس كونتراكشن ايه اللي يحصل؟ التو فنتركلز يبقوا ريلاكس. طب ماشي. الفالفز الكبيره، الكبيره اللي هي ايه؟ تاني تعال نقول، ما انا عندي هنا فالف ترايكاسبت، وعندي هنا فالف دايكاسبت اهو، حلو؟ وعندي هنا اورتك، هنا عندي اورتك فالف، وعندي بالمونري فالف. الاثنين ايه؟ واحد للاورتا وواحد للبالمونري، واحد رايح لللونج وواحد رايح اورتا. الفالفات الكبيرة اللي هم الترايكاسبيد والبايكاسبيد أو الميترال فالف. الفالفات الصغيرة هي البلمونري والأورتك. حلو قوي. لو أنا التو أترياز عملوا كونتراكشن، كونتراكشن يبقى الدم هيتحرك من فين؟ من هنا لهنا، صح؟ عظيم. يبقى مين الأوبن؟ مين الأوبن؟ الفالفات الكبيرة هيبقى أوبن ولا كلوز؟ والله يا مستر أوبن، عشان الدم يعرف يعدي من الرايت للليفت، من الرايت أتريم للرايت فنتركل، ومن الليفت أتريم للليفت فنتركل. وما دام الفالفات الكبيره اوبن، يبقى الفالفات الصغيره اللي هي البالمونري والاورتيك فولز هتبقى كلوزد. طب والصوت هيبقى شكله عامل ازاي؟ خد بالك الصوت بيجي من الكلوجر اوف فولف، واللي اتقفل عندي هنا الفالفات الصغيره، يبقى الصوت بتاعي ده شورت اند هاي بيتشد ساوند. ليه؟ لان الاورتك والبلمونري فالف هما اللي قفلوا. حلو قوي. اعكس بقى الكلام ده واقلب الموضوع اهو بمنتهى البساطه الشديده. بص كده، لو انا جيت قلت لحضرتك الكونديشن بتاعنا التو فنتركلز حصل لهم كونتراكشن، صح؟ يلا بينا اهي، ادي الكيس بتاعت حضرتك، تعال نشوف الباقي كله هيقول ايه معانا. يلا بينا. التو فنتركلز عملوا كونتراكشن، يبقى التو اترياز هيبقوا ايه؟ العكس على طول، ريلاكسد. عظيم. طيب الفالفات، الفالف الكبيره واحده 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 واحده. دلوقتي انا اللفت فنتركل والرايت فنتركل هيعملوا كونتراكشن، كونتراكشن يبقى الدم هيمشي ازاي؟ كده اهو، صح؟ اهو. يعني رايحين فين؟ واحد رايح للاورتا والتاني رايح لللونج. يبقى الفالفات الكبيرة مفتوحة ولا مقفولة؟ مقفولة. ليه يا مستر؟ ما أنا مش عايز الدم يرجع للأتريا، أنا عايز الدم يروح للأورطة، مش عايزه يروح لللفت أتريا، مش عايزه يروح للرايت أتريا. بس الفالفات الصغيرة هتبقى إيه؟ أوبن. ليه يا مستر أوبن؟ ما هو الفنتركل عشان تعمل كونتراكشن لازم تضخ الدم للأورطة هنا أو البلمونري أورتري، فلازم الفالف يبقى مفتوح، لازم البواب يبقى سامح لحضرتك انك تعدي، فالفالفات الصغيره هتبقى اوبن، وساعتها الساوند هيبقى ايه؟ ركز، اوعى تروح تختار الاوبن. مين الفالفات اللي قفلت؟ الفالفات الكبيره هي اللي قفلت، يبقى الساوند بتاع حضرتك لب لونج لو بيتش ساوند. فبقى ايه؟ هيلعب معاك في الاسئله زي ما انت عايز. يقول لك ايه؟ يقول لك بص يا سيدي،
لو ماذا يحدث لو اللفت فنتركل عملت كونتراكشن او عملت ريلاكسيشن؟ اعكس على طول. ما دام اللفت فنتركل عملت ريلاكسيشن يبقى كمان الرايت فنتركل لازم تعمل ريلاكسيشن. وما دام الاثنين دول ريلاكسيشن يبقى التو اترياز حصل لهم كونتراكشن، وما دام التو اترياز حصل لهم كونتراكشن يبقى التو فنتركلز ريلاكسد، والفيفات الكبيره مفتوحه والفيفات الصغيره مقفوله. وما دام هي اللي مقفوله يبقى انا كده بسم الله الرحمن الرحيم الساوند بتاعي دب ساوند. ليه دب ساوند؟ عشان الفيفات الصغيره هي اللي قفلت. حلو قوي. يقول لك وات هابنز اف الرايت اتريم از ريلاكسد. حلو قوي. رايت اتريم ريلاكسد يبقى اللفت اتريم كمان ريلاكسد، والاثنين اللي فوق زي بعض واللي تحت عكسهم. يعني ايه؟ يعني الرايت اتريم ريلاكسد يبقى اللفت اتريم ريلاكسد، بس التو فنتركلز لازم يبقوا كونتراكتد. وما دام التو فنتركلز كونتراكتد يبقى التو اتريس ريلاكسد، الفالفات الكبيره هي اللي هتقفل، الفالفات الصغيره هتفضل مفتوحه، والساوند هيبقى لب. ليه؟ عشان الكلوجر اوف الفالفات الكبيره. يبقى انت يا باشا معلم تقدر تعرف مين فين بيعمل ايه. خلاص انت عارف مين هيعمل لي كونتراكشن، مين مفتوح مين مقفول، مين الفالفات المفتوحه مين الفالفات المقفوله، تعرف تتبع الموضوع بمعلمه ويبقى الموضوع فل الفل. حلو قوي. فاضل لنا كده اخر حاجه نتكلم عليها، قياس الضغط بقى طبيا ازاي. اولا الجهاز اللي بيعمل الكلام ده اسمه سفيجمو مانوميتر. الاسم الامات بتخش في بعض فبيعملوا احلى كلاش. سفيجمو مانوميتر او سفيجمو مانوميتر عشان يبقى القرايه مظبوطه يعني. حلو قوي. عشان تفهم الموضوع بيشتغل ازاي لازم تبقى عارف معلومه مهمه قوي. احنا اتفقنا ان انا الماكسيمم بريشر بتاعك اسمه سيستوليك بلاد بريشر والفاليو بتاعته 120، والدايستوليك بلاد بريشر لازم يكون 80. ده النورمال ستيت. حلو قوي. لما البلاد فيسل بتاعك، انت عشان تسمع صوت اصلا عشان تبدا تسمع وتقيس الضغط، لو البلاد فيسل اللي انت بتقيس منه ده البلاد بتاعه ماشي كده في حاله من السموثنس، فانت عمرك ما هتسمع حاجه. يعني ايه؟ ما هو انت ماشي مفيش حاجه مؤثره على البلاد فيسل ده، ولا ديامتر قل ولا كميه زادت، الموضوع ماشي تمام التمام. فانت هتسمع ايه؟ مش هتسمع حاجه، مفيش اي بريشر متاثر عليه، فانت مش هتعرف. لازم انت عشان تسمع وتقيس الموضوع فلازم تاثر على البلاد فيسل ده، تاثر عليه بقيمه من البريشر. يعني ايه؟ فبنبتدي نعمل ايه؟ بص يا سيدي، انا عايز اشوف ال 120 دي لما يحصل كلوجر للفلفات الكبيره اسمعها. فلازم اعمل ايه؟ اضيق المساحه بتاعه البلاد فاسل ده. يعني ايه؟ يعني اجي هنا كده ومعامل بص كده مقفل الايه البلاد فاسل كده، بص كده اهو. هو ايه اللي حصل هنا؟ انا عملت بريشر، البريشر ده وليكن قيمته مثلا 170. ما هو 170 انا ضاغط عليه، مزود عليه بريشر 170، فضغطي انا اللي عملته كاكسترنال بريشر على البلاد فيسل ده قيمته 170، بس النورمال 120. هتسمع حاجه؟ مش هتسمع حاجه. ليه؟ لان انت قيمتك اعلى من القيمه الطبيعيه اصلا. حلو قوي. طب تبتدي بقى تفك البريشر ده واحده واحده، فتبتدي القيمه دي تقل 160 150 140 وبعدين 120. اول ما وصلت ل 120 يبقى انت كده قيمتك الاكسترنال اتساوت مع القيمه اللي انت عايز توصل لها، فتسمع الفالفات وهي بتقفل. ايوه مستر ازاي؟ ما هو الحركه اللي احنا عملناها دي هتخلي البلاد اللي ماشي في البلاد فاسل ده توربلنت. يعني ايه توربلنت؟ يعني الحركه بتاعت البلاد متعكره، وما دام متعكره هتسمع صوت، انما طول ما هي سموث انت مش هتقدر تسمع حاجه. يبقى البلاد فاسل ده وهو في حاله كده والبلاد ماشي جواه، الحاله سموث، انت مش هتقدر تسمع اي حاجه خالص. طب عشان اسمع لازم اخلي البلاد ده توربلنت. توربلنت يعني ايه؟ يعني اثر عليه باكسترنال بريشر، العب معاه، اشد الاستك جامد وارخي واحده واحده، فاعمل ايه؟ احطه في حاله من عدم الاتزان، بنقول عليها توربلنت ستيت. حلو قوي. فلما عملت ضغط بقيمه 170 انت ما سمعتش حاجه، بس لما تبتدي تخف البكره بقى بتاعه البريشر، هو الموضوع بيبقى عباره عن كف كده، وبتبدا حضرتك تعمل انت بتلف بتاعها كده قماشه وهي متوصله بيه زي بخاخ صغير بينفخ الهواء، ينفخ الهواء ويضغط على دراعك فيعمل
بريشر على البلاد فيسل، فانت شايف البلاد فيسل بيبقى عامل كده كميه البريشر، وبعدين يبتدي يهوي. اول ما يبتدي يهوي المفروض ان انا اول ما اوصل عند ان الكاف بريشر 120 يعني انا فتحت خلاص الفاليو، ابتدي اسمع ايه، ابتدي اسمع قيمه ال 120 عشان يحصل كلوجر للفلفات الكبير. وبعدين تبتدي تهوي اكتر واكتر واكتر لحد ما الفاليو دي توصل ل 80. فلما توصل ل 80 ما دام تساوت القيمه الاكسترنال مع القيمه اللي انت عايز توصل لها اصلا اللي هي الدايستوليك، فتبتدي تسمع الصوت الثاني الخاص بالكلوجر للفلفات الصغيره. طيب ما فهمتش مني حاجه صح؟ بص يا سيدي، تعالى كده نتخيل الموضوع على حاجه مختلفه. تخيل معايا ان ده انا كده اهو، بص ده البلاد فاسل بتاعك. طبعا ده مش البلاد فاسل بس عشان نسهل الموضوع على بعض. طول ما انت ماشي كده حاله من النورمال ستيت صح؟ طول ما هي نورمال ستيت اذا انت الانترنال بريشر بتاعك 120 على 80، حلو؟ از ايه؟ از شخص طبيعي مسالم زي الفل، عظيم. هتحط السماعه مش تسمع حاجه. ليه مش هتسمع؟ ما هو البلاد ماشي بانسيابيه والبريشر بتاعه كونستنت، هتسمع ازاي؟ مش هتسمع حاجه. عشان تبتدي تسمع لازم تعكر مزاج الفلو ده. فعشان تعكر مزاجه تعمل ايه؟ تابلاي عليه اكسترنال بريشر. حلو قوي، ما انا عندي القيمه الداخليه 120، عايز ابلاي بقيمه اعلى من ال 120 عشان لما تقل وتيجي ال 120 اسمعها، ولما ابتدي اقلل واقلل وارجع للانسيابيه الطبيعيه اسمع ال 80 هي كمان. طب حلو قوي، فلو انا جيت قللت كده، بص اهو، عملت ابلاي الاكسترنال بريشر، بص كده اهو زي ما انت شايف كده، ايه اللي حصل؟ بص التوربلنت، بص شايف الجزيئات اللي جوه. تخيل بقى ان ده بلاد فاسل وده بلاد، شايف البلاد بقى توربلنت ازاي؟ طب بص تعالى كده نابلاي اكسترنال بريشر تاني هنا، بص الموضوع بقى عامل ازاي. هل ده نورمال ستيت؟ لا مش نورمال ستيت. لو انا عملت اكسترنال بريشر هنا بقيمه 170، فلو انا جبت مقياس البريشر كده وحطيته هنا، بص هتلاقي هنا قيمه البريشر اعلى من قيمه البريشر هنا بكتير. فانت جيت دلوقتي عملت ابلاي الاكسترنال بريشر بقيمه 170 عشان تعمل ايه؟ تعمل البلاد فلو يبقى توربلنت. حلو قوي، هل انا كده هسمع حاجه؟ لا برضو مش هسمع حاجه. طب ليه يا مستر انا مش هسمع؟ لان الاكسترنال ابلايد بريشر اعلى بكتير من الرقم اللي انت عايز توصل له ل 120. حلو قوي، فلو انا جيت بدات ارخي الموضوع، بدات عايز ارجع للنورمال ستيت، وانا برجع كده اول ما اوصل لحاله ال 120 ورجعت لحاله من الانسيابيه، اهي حاله الانسيابيه الطبيعيه وليكن دي كده الفاليو بتاعت ال 120 اهو، وانا برجع في السكه كده اول ما اوصل ان قيمه الاكسترنال بريشر اللي انا عملت لها ابلاي بقت بتساوي الانترنال بريشر الطبيعي اللي 120، تبتدي تسمع صوت، والصوت ده انت سمعته عشان انت خليت البلد في حاله من التوربلنت ستيت نتيجه الاكسترنال، نتيجه ايه؟ الشد والجذب. شديت عملت ابلاينج لهاي بريشر، وبعدين بدات ترخي واحده واحده، وبعدين بدات ترخي اكتر واكتر واكتر عشان ترجع للنورمال ستيت. رجوعك للنورمال ستيت ده ما هو الا انك عايز توصل لاقل رقم اللي هو ال 80، وما دام الاكسترنال ستيمولاي قل لحد ما وصل 80 فبيبقى مساوي القيمه الداخليه، فحضرتك بدات تسمع الصوت من تاني، وده اللي بيعمله جهاز الضغط بتاع حضرتك. بيبقى هنا في مؤشر بيعبر عن قيمه البريشر نفسه ال 120 وال 80، بيبقى في مؤشر كده، فالراجل الدكتور بيبتدي ان هو يعلق الكف، وبعدين يبتدي ينفخ، وبعدين يبتدي يهوي واحده واحده، ويبتدي يشوف المؤشر عند علامه الزئبق بيبقى عامل ازاي. اول ما يوصل ان الاكسترنال بريشر وصل بيساوي ال 120، يبتدي يشوف القرايه قدامه بقت كام، وبعدين اول ما يخف خالص عشان يسمع الكلوجر للفلفات الصغيره عشان يسمع او يشوف قيمه ال 80 عندك عامله ازاي، ويبتدي يشوف المؤشر قدامه وصل القرايه كام، ويبتدي ان هو يسجلها ويقول لحضرتك مبروك ضغط حضرتك 110/90. الراجل ده جاب الكلام ده منين؟ جابه من الشكل ده. يبقى انت كده عرفت يعني ايه بلاد بريشر، وازاي بيتكون، او ازاي اصلا، او ايه الحاجات اللي بتاثر على البلاد بريشر عموما، وكمان اتكلمنا بشكل تفصيلي عن الكلوجر والكونتراكشنز المسؤوله بشكل كبير عن البلاد بريشر، وبتاثر وبيلعب معاك في الاسئله بشكل كبير جدا عن الاجزاء دي.
وجا دور دلوقتي ان احنا نتكلم عن البلد، المكون الرئيسي او الثالث ومن السيركيلاتري سيستم، عشان حضرتك كده تبقى قفلت جزء الترانسبورت ان هيومن.